بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا الجزء اللي فات ازاي تعمل ادمن من خلال تمبلت جاهز، تمام، وازاي تقدر تحول الكود ال HTML بتاعك لايه، لملفات بي اتش بي تبدا تستعملها وتدمج كود قديم بتاع اللوجن احنا ايه عملناه. هنبدا اول حاجه، بس هنا هنشيل ده وهنسمي ده مثلا التحكم الرئيسي مثلا، طبعا بدل ما هو السي اس اس بتاعه ال RTL ليفت تو رايت ده مثلا نخليه ايه الدايركشن بتاعه ايه RTL مثلا، يعني بدل ما هو التكست الاينمنت مثلا او بيندنج ده مثلا متظبط خليه من اليمين للشمال، او انتوا تبعدلوها يعني. انت عندك تلاحظوا ان الفاير باج ايه تقدر من خلاله تتحكم في اي حاجه انت عايزها، فاهمني؟ يعني بتشوف الكود السي اس اس المسؤول عن ديت ايه، طبعا ديت جوه كلاس اسمها هاوس، تمام، تقدر تشوف الكلاس ديت الكود رحمكم الله الكود المسؤول عنها ايه، وعندك سايد بار فيه تحكم كامل خاص بيه اهوت، تقدر تعدل اللايف في الكود من هنا. يعني احنا لو جينا هنا وعملنا ده كده مثلا اخترنا حاجه ثانيه هتلاحظ ان ايه الكود بتاعنا ايه بيتغير، فاهمني؟ يعني لو جيت هنا قلت له مثلا ايه انتر مثلا نقول له تكست مثلا الاين رايت مثلا، لاحظ نشوف بقى ناحيه الايه اليمين، بتاخده زي ما هو ده الكود ده بقى كوبي وتحطه جوه ملف الايه السي اس اس جاهز. يعني تاخد من اول الفيزيت مثلا لغايه هنا كده تعمل كوبي للكود بتاعك وتحطه في ملف السي اس اس. ميزه الفاير باج يا شباب ان هو ايه بيعمل لي امكانيه ايه الرؤيه لايف للكود اللي انت بتعمله، وبتعرف انت واقف على ايه وتقدر تعمل ايه اديت وفي نفس الوقت بريفيو في نفس اللحظه. يعني هو ده افضل حاجه بتوفرها اي اديتور انت عايزه، يعني انت عايز اديت وبريفيو في نفس الوقت، لكن في اي برنامج تاني تبقى الاديت في ناحيه وتتك على ايه البريفيو، في بعض البرامج يروح جاي قسمها لك في ايه في اتنين ويندو زي كده، يبقى هنا الاديت وهنا الايه ريفيو، بس في نفس الوقت مش بتبقى بنفس قوه الفاير باج. فاير باج الاصدارات الجديده عامل فيها حاجات مهوله جدا، في اوتو كومبليت، انا ما كتبتش تكست اون لاين بالكامل، مجرد ما قلت له تي قال عايز ايه تكست اون لاين تكست كذا ورايت، تقدر تعدل فيه، تقدر تشوف المسافات بتاعتك في الالاينمنت، لا الحته دي هتبقى مناسبه المسافه دي، الحته دي هتبقى مناسبه بالشكل ده، بحيث ان انت كل حاجه قدامك تبقى ايه شايفها. فيجب عليكم تتعلموا احتراف الفاير باج، وفي درسين على تي يو تي بلس بيشرحوا الفاير باج بالكامل، شوفوهم برضه، تمام؟ فاير باج من ادوات المصمم الهامه، وفاير باج من ادوات المبرمج الهام. بالنسبه للمصممين والمبرمجين البرنامج ده لا غنى عنه لكل واحد يعمل في مجال الويب. ماشي يا شباب؟ احنا زيهم في انترنت اكسبلورر. لا انترنت اكسبلورر غبي اصلا، مفيش مبرمج بيستعمل انترنت اكسبلورر. موجود في الفاير فوكس، موجود في موجود للكروم، وموجود للكروم ديفيلوبر تولز خاصه بيه غير ده، وموجود للاوبرا برضو تولز خاصه بيه، ولكن فعلا يعني اغلب الناس بيحبوا الفاير باج. ممكن ضفر، بس لن يوصلوا لمرحله البلاجنز والاكستنشن اللي موجوده في الفاير فوكس والكروم والحاجات دي. ماشي يا شباب، نرجع للجزء بتاعنا. احنا قلنا عايزين نروح في الهيدر ديت عند السيلز ريبورت ده، هنشوفه موجود فين ونحط له ايه، ندور على كلمه سيلز اهيت، هنقول له الايه تسجيل الخروج مثلا، تمام، خليه زي ما هو، واللينك بتاعه بيروح على صفحه اسمها ايه لوج اوت دوت ايه دوت بي اتش بي، مش محتاج منه اكتر من كده. فين هو؟ 24 هنا، طيب ماشي. في واحده ثانيه سيلز ريبورت جواها، خلي تسجيل الخروج هنا والرئيسيه هنا، يعني ممكن نخلي ده تسجيل خروج وهنا الصفحه الرئيسيه، او نحط تسجيل خروج هنا فوق ايا كانت يعني. المهم انت وصلكم ان احنا هنشوف السيلز ريبورت اللي بعدها فين؟ تنزل تحت، في الفوتر يمكن بقى، بس ازاي هو جاي في ال عشان السايد بار يا جماعه موجود في الفوتر، السايد بار اللي على اليمين ده موجود جوه الفوتر، ما هوش موجود جوه الايه؟ جوه بتاع الداشبورد ده، هيبقى ايه؟ التحك الرئيسية مثلا، تمام، وده بيودينا على صفحة اسمها ايه اندكس بي اتش بي، وعندي السيلز ريبورت ده خليه برضو تسجيل الخروج، كان المفروض نشيل اللي فوق ده ملوش لازم يعني، تمام، بيودينا على صفحة اسمها لوج اوت دوت بي اتش بي، ومش محتاج الاثنين الايه التانيين دول، هروح على الاند بريس اند واروح هنا اقول له ديليت واقول له هوم وديليت برضه، يبقى اصبح عندي حاجه واحده بس وهي الرئيسيه وتسجيل الخروج. قلت لكم ازاي من الفاير باج تقدر تتحكم في ديت وتعدل السي اس اس بتاعها، بحيث ان انت تخلي الايه الالاين بتاعه سواء تكتب له كده تكست الاين بيساوي
رايت تمام شايفين. وبعد كده برضه هتشوف الايكونز ده، هتخلي مثلا الفلوت بتاعه رايت اصبح من اليمين للايه للشمال، بس هتلاقي في حاجات بقى باظت عندك تبدا تظبط انت تشوف الايه تظبطتها ازاي. ماشي يا شباب اوكي معايا؟ نعمل ريفرش كده، رجعت كل حاجه هنستعملها مؤقتا بهذا الايه الشكل. اصبح عندي لينك تسجيل الخروج، هضغط تسجيل الخروج فعلا. طبعا الصفحه دي هتعملوا لها السي اس اس بتاعها والكود ده المقدمه زي المثال اللي كان عامله ايه احمد ادمن احمد احمد 1 2 3 4 5 6 تمام. وطبعا ديت المفروض تبقى ايه نوعها ايه باسورد، المفروض ما تبقاش ظاهره كده تعدله بكده. يبقى احنا خلصنا الجزء الرئيسي بتاع في الموقع. طيب الوظائف بتاعه الموقع، احنا الموقع بتاعنا يا اما ايه، يا اما بنضيف قسم، يا اما بنعدل فيه، يا اما بنحذفه، يا اما بنضيف منتج، يا اما بنعدل فيه، يا اما بنحذفه، صح؟ في حاجه غير كده؟ يا اما نضيف يوزر، يعني ممكن اروح على الجزء الخاص باضافه اليوزرز في المحاضره القديمه اللي كان فيه اليوزرز والحاجات بتاعتهم سيشن 11 جوه الادمن في اد ايه؟ اد يوزر ده، اخد الملف ده زي ما هو كده كوبي وراح احطه فين؟ في الادمن بتاعي. تعلم دايما تعيد استعمال الشغل بتاعك، وفي نفس الوقت تطور الكود، يعني انت مره استعملته بطريقه كذا، بعد كده تضيف له حاجه جديده، فاهمني؟ مش لازم الكود اللي انت عملته من سنه هو نفس الكود اللي بتستعمله لغايه دلوقتي، ده غلط في المبرمجين، ده نقاط سلبيه فيك كمبرمج اذا كان نفس الكود بتاعك اعاده تطوير الكود الخاص بيه. انت كل مره كل يوم بتزداد خبره اكتر في اللغه دي، تعرف حاجه جديده، فكله لازم ترجع تضيف على الكود القديم بتاعك حاجات ثانيه، تعدل فيه ثغرات معينه، تعمل تضيف له مستوى اعلى من الايه؟ من السكيورتي، فاهمني؟ ماشي اد يوزر ده خلاص ضفناه، واروح نفتح الانكلودز المنيو اللي هنا ناخد منها الجزء الخاص بالايه؟ التحكم في المستخدمين اهو، اضف مستخدم خليه زي ما هو كده. تعال نشوفه في الهيدر سيشن 12 عندنا انكلودز موجود فين؟ في الفوتر الثانيه ديت مثلا دي كده اوردر ازاي هنسميها ايه؟ التحكم في المستخدمين خلاص خليها من غير بتاع اضافه ايه؟ تمام. وتروح على فايل اسمه اد يوزر دوت بي اتش بي، وهنشوف هنا هنلاقي الايه بقى عندنا الجزء الثاني تحكم المستخدمين اضافه مستخدم، مش محتاجين الحاجات دي، ممكن تقول تعديل بيانات المستخدم تخلي تقدر الراجل يقدر يعدل اليوزر نيم والباسورد والايميل بتوع الايه المستخدم بتاعك. الحاجات دي ما اظن ما فيش مشكله بالنسبه لكم، فهنشيل الباقي ده مش محتاجين الايه اللينكين دول لغايه هنا، نقول له دريت. انت بعد كده اصلا الادمن ده هو اللي هتستعمله، يعني بقى يبدا بقى عايز كل واحد كل ما يروح يحاول يظبط الايه بقى السي اس اس بتاعه بحيث انه يبقى المحاذاه الالاينمنت بتاعته على اليمين والكلام بادئ ار تي ال. يعني انت اصلا لو جيت من المشكله ده ار تي ال دي ممكن تجيب ده على الشمال برضه، يعني انت لو جيت هنا في الهيدر بي اتش بي في بدايه الاتش تي ام ال ديت قلت له هنا ايه، وطبعا دي بدأ اكس اتش تي ام ال، بس نضيف كده ايه داير بتساوي ار تي ال تمام. ونقفل ونشوف بقى فعلا ده اتظبط، كل حاجه بقت كده ايه زي ما انتم شايفين ايه مظبوطه. فاضل تعمل الالاينمنت بتاع الايه الصوره دي، بس تبقى ماديه من ناحيه الايه في اليمين. طبعا الخط بتاعنا احنا عشان 600 في 800 البتاع، بس ممكن انت تخش على الملف السي اس اس بتاعك وتبدا ايه هنا في السي اس اس، هو ده بيستعمل الديفولت اللي هو ستايل، تبدا الفونت سايز والبتاع. احنا طبعا اللي هو بيستعمل فونت اجنبي دايما او الاريال، بدل ما هو مثلا 13 هتخليه مثلا ايه 15 مثلا، وتزود تشوف الفونتس الثانيه وتشوفها. انت يرجع لكم كايه كمصمم تلاحظ ان الخط ايه كبر معايا برضه شويه. خلاص يا شباب يبقى خلصنا كده كيفيه، لان الحته دي كانت طبعا مشاكل عند ناس كتير، ازاي يجيب تصميم جاهز اتش تي ام ال. انت كمصمم بتبدا الكود بتاعك بصف بالفوتوشوب، بعد ما بتعمل التصميم بهذا الشكل خلصت على الفوتوشوب بتبدا ايه تقطعه، بعد ما تقطعه بتبدا تحوله لايه تكوده، تعمله بقى تشيل حاجات مثلا خلفيه زي دي كفوتوشوب غلط ان انت تعملها الصوره وتعملها هي دي الخلفيه، انت يا اما تعمل حته صغيره وتتكرر، يا اما تعملها بالسي اس اس وتريح دماغك لون، لان ده لون سوليد. حتى السي اس اس 3 دلوقتي بقت ممكن تعمل جريدينت كمان، يعني تعمل تدرجات ودمج بين تدرج مع تدرج تاني، وتعمل بوتمز كامله 3 دي بالسي اس اس، وتعمل لها شادو وكل الاوبشنز اللي انت بتستعملها، ستروك للحاجه، الجلو انر جلو والاوتر جلو اللي انت بتستعملها في فوتوشوب تقدر سي اس اس تعملها دلوقتي. فمطلوب منك كمبرمج احتراف،
سي اس اس 3 او كمصمم، انت كمصمم اكتر لان اغلبكم مصممين، المبرمج مش شرط يحترف الحاجات دي، على الاقل يبقى عارف عنها عشان لما يدي المصمم شغله، او لو انت بتطلع المنتج بتاعك بالكامل من اي تو زد، لو انت اللي بتقفل المشروع تصميم وبرمجه وكله لازم تتعلم الحاجات دي. ماشي يا شباب، بعد كده هنخش هنضيف قسم جديد في مانج ده، هنعمله ايه؟ التحكم في الايه؟ في الاقسام. نروح على الفوتر، هو هنضيف منتجات بقى مش صفحات. التحكم في الاقسام خلاص. بعد كده هنقول له ايه؟ اضافه ايه؟ اول حاجه اضافه قسم، تمام؟ وهنا هنسميه فايل اسمه اد كات، خليه بس مش بدل كاتيجوري طويله، اد كات خلاص، تمام؟ وبعد كده عندنا ايه؟ عرض الايه؟ عرض الاقسام المفعله، وعندنا هنا عرض الاقسام غير مفعله. فكره ميزه كبيره في الايكليبس ان الوحيد اللي بيدعم العربي كويس، يعني الايكليبس عن اي برامج تاني، حتى النوت باد بلس بلس اي حاجه من الحاجات دي بتلاقيها مش عارف فيها وحش، لكن فعلا الايكليبس ميزته دعم للعربي افضل من غيره يعني. بعد كده مش محتاجين ديت، اقسام مفعله غير مفعله بس مش محتاجين ديت خلاص. وعندنا عايزين نعمل مثلا في القسم الجديد هنضيف لهم طبعا فيو او في اكتف كاتس مثلا بالبي اتش بي عشان نقلل اسم الملف الحمد لله. وهنا فيو في ان فيو ايه؟ فيو ان اكتف، ان فيو يعني ما تعرضش. الان اكتف فيو للايه؟ الان اكتف ايه؟ كاتس دوت بي اتش بي، تمام؟ خلصنا الجزء ده، عندنا جزء خاص بالايه؟ التحكم في الايه؟ التحكم في المنتجات، تمام؟ عندنا إضافة منتج، وهنا عرض، ما عندناش إزالة، عرض المنتجات، بعد كده جوه العرض المنتجات دي أنت ممكن تحطها بره، هتقول له إزالة منتج يقول لي دخل لي رقم بس مش عايز اليوزر يدخل، عايز يبص يعرض يعمل يعرض لك في لوحة التحكم المنتجات ويضغط هو حذف من جوه أو تعديل لي عليها، تمام؟ نقول عرض المنتجات المفعلة، وكذلك بتعمل الايه؟ الغير مفعلة وتبدأ تتحكم فيها، مش محتاجين نعملها بكده. أظن الكود بتاعنا أصبح جاهز، فاضل لنا بس إن ايه؟ نكتب الصفحات بتاعة المنتجات، نقول له هنا ايه؟ خد بالكوا كابتر وسمول بتفرق في اللينكس. اد برودكت بي اتش بي، وهنا خليه يو اي يعني اكتف يعني برودكت عرض الاقسام عرض المنتجات الايه المفعله. بكده يكون خلصنا الموقع بتاعنا، هنبدا في الجزء الخاص باضافه قسم، طبعا الصفحه مش موجوده، هنبدا ان ايه نكريتها. ماشي يا شباب، انا كده الحاجات دي كلها طبعا مرينا عليها قبل كده، لذلك بنمشي عليها بسرعه شويه. فايل نيو بي اتش بي فايل، واقول له ايه؟ اد كاد بي اتش بي. هروح على الاول ديت، اظن ان هو كان عامل لي فيه ملفات ثانيه اتش تي ام ال، هنبص عليها يمكن يكون فيها فورمه، يعني يمكن في سي اس اس خاص بالايه؟ بالفورمه بتاعتك. ما كنتش عايزه، ماشي مش مشكله. اليوزرز تلاحظ ان هو شوف عامل تنسيق للجداول شكلها عامل ازاي، شايف بقى الديليت بدل ما هي كلمه حذف عامل لك ايه ايقونه تقدر انت ايه تستعملها اديت او حذف، ده حاجه ترجع لك. شايفين شكل الفورم عامله سي اس اس شكله جميل ازاي، هنبدا نشوف الفورمه ديت زي السي اس اس بتاعها، هنعملها بطريقه عاديه الاول وبعد كده نشوفها في يوزرز. ده هنروح ناخد الفورمه دي جاهزه ونبدا ان ايه نعدل فيها. نفتح الصفحه ديت يوزر نوت، بدايتها فين؟ طبعا كل شغلنا شايفين، انا بروح على الايه؟ على الجزء بتاع اشوف بدايتها فين. دي مثلا عندي ديف اسمها اي دي بوكس وجواها ايه؟ شايله الفورمه وشايله كل حاجه، يبقى انا اروح على البوكس ده واخده من اول هو من اول والاخر. طبعا هنا انا بالغلط عملت ديسيبل او انيبل الجافا ده كده مثلا،
يوزرز ده الوربر عندنا ايه، عايزين حاجه اسمها ديف الاي دي بتاعها ايه، بوكس. بوكس اهو من اول هنا نشوف القفله بتاعته فين، هناخده زي ما هو كده. هننضفه بقى جوه عندنا في الكود، يعني احنا هناخده زي ما هو كده ونبدا ننضف الصفحه ايه بتاعتنا. ماشي، اد يوزر طبعا لازم اول حاجه اعمل ايه، انكلود. انا ممكن انكلود يا شباب اكتبها كده، وده بدل ما هو سنجل كوتيشن مثلا يبقى دبل كوتيشن وكده، شغاله برده مفيش اي مشكله. تمام، وايه واقفل بي اتش بي، وافضل ان انا تبقى كلها سطر واحد كده ايه موجوده بالكامل في اول السطر، اخدها زي ما هي واحطها في نهايه الايه الملف، واغير بس ايه ده يبقى ايه فوتر بي اتش بي. لو جينا على الصفحه بتاعتنا اللي ما كانتش ظاهره عملنا ريفريش، هنلاحظ ان الصفحه دي ايه بهذا الشكل. وجيت هنا انا طبعا لغيت السلكشن اللي كنت عامله عشان خدت كوبي من الهيدر، نحطه هنا بهذا الشكل مثلا، نحفظ ونعمل ريفريش. لاحظ هنا ايه اد ايه يوزر، هنحذف من اول الادرس ده ونخلي سند وريسيت زي ما هي، يعني من اول الادرس والاوبشن والحاجات دي مش عايزينها. تعالوا كده نشوف الادرس ده بقى نهايه بدايه ده فين، قال لك بدايته عند الايه الفيلد سيت ادرس في فورمه ثانيه اهي، من اول دي الايه ده دي الفيلد سيت الاولانيه. هننزل ده شويه كده، مشكله العمل على ريزوليوشن 600 متعب. ده الادرس، تعال نشيل حاجه حاجه من هنا مفيش مشكله، تعال من الاخر كده الفورم احنا عايزين الايه الزراير مفيش مشكله عادي. هنشوف لو هو بدا بديف فوق نبقى نشوف اللي تحت، يعني هو بدا بفورم هنا يبقى ما اظنش في ديف، بس هنشوف. هتلاقي الكليبس نفسه معترض، يعني احنا مش عايزين الفيلد ست ديت، تعال نحذف لغايه سيلكت دي ونشوف. الاول سيلكت لغايه هنا مثلا لغايه نهايتها ونشوف ده حذف ايه كده. معايا ياسر؟ طيب حذف الجزء ده، عايزين بقى الادرس والست والحاجات دي مش محتاجينها، تليفون كذا كذا كانتري مش عارف ايه. برضو تلاحظ ان هو بدا ايه عامل ليبل للحاجه، وده الجديد بقى ان انت بتعمل ليبل للانبوت مش فاهمني، ليبل جنبه بيبقى فيه الايه اسم الحاجه، مش عامل مثلا فيلد. طبعا احنا هنا عايزين ده طبعا بادئ ده في السي اس اس بتاعه، هنخليه الدايركشن بتاعه ايه رايت تو ليفت، يعني ده بدل ما هو كده يا شباب شايفين، لاحظوا ده كده بدايته ده مثلا، او نشوف السي اس اس بتاعه مكتوب فيه ايه، او الفورمه الكلير ليفت، الفلوت بدل ليفت هنخليه ايه رايت. لاحظوا بقى ايه على اليمين اهو، يعني هروح على التيبل ده لو دخلت على السي اس اس كده هتلاقي ده الملف الكود بتاعه. نرجع تاني على ال اتش تي ام ال عادي وندور على ليبل واخلي الفروت بتاعها ايه رايت. نروح نفتح السي اس اس بتاعتنا ستايل اظن، يعني فورم ليبل اهوت كلير، الفلوت بدل ما هو ليفت هخليه ايه رايت، والتكست الاين رايت زي ما هو. لو عملنا هنا ريفريش هنلاحظ الحاجات بتاعتنا بقت ثابته عشان هنعمل ايه فيها بتاع. محتاجين نحذف السند اوتو والباسورد والادرس، نروح نشوفها. طبعا ده احنا بعد كده هنستعمله جاهز بقى على طول، يعني هنستعمله في اد برودكت، هنستعمله في اي حاجه، وده جميل ده اشيك وشكله افضل. يعني نروح على الفوتر، احنا كنا فين؟ لا نروح على الاد يوزر او اد كات، من اول بي ار دي مثلا لغايه البي ار دي، ونشوف كده في الست ديت جواها ايه، ومش محتاجين الفيلد ست الاخيره دي اللي فيها الادرس، ونبص على النتيجه. اصبح عندنا ايه فورمه جاهزه، البيرسونال انفورميشن او اد يوزر بقى هنحطها مثلا، بدل كلمه اد يوزر هتبقى ايه اضافه قسم جديد. تمام، وهنا ايه بيانات، بس انا براجع على الحاجات دي ليه؟ لان انتوا في ناس قابلتها مشاكل ازاي تحول كود اتش تي ام ال لديزاين تستعمله، فلذلك عملت لكم مثال عملي، جبنا الملف من اول ما عملنا سيرش على جوجل لغايه ما نزلنا البتاع لغايه ما نعمل له ايه كاستمايزيشن، وعمل حاجه شكل جميل وحاجه جاهزه، ليه تقعد تعيد كل ده؟ يعني انت كنت يعني في توافقيه، يعني حتى لو جيت تستعمل هنا
ده تلاحظ ان الالاينمنت موجوده، تغير الايه اللون، اصلا عندك التمبلت جاهز وقوي جدا وفي نفس الوقت شكله جميل، ليه ما تستعملوش؟ طبعا في حاجه ناقصه هنا، ديفايه ولا حاجه مسببه البتاع ده ان هي اتعملت كده، ممكن تكون هنا مثلا كانت عايز ديفايه، نشوفها كان الدول هو كان محتاج شكله، عايز هنا قفل الديفايه عشان ايه فعلا ظبط لنا كده الايه الكود بتاعنا، اضف مستخدم. لاحظوا شوف بقى واخد ازاي شكل كده كويس، بس طبعا ده عشان مش كاتبينه بنفس الطريقه القديمه، اتنسق بس مش بالشكل، مش على النظافه زي الايه اللي هو ده. تمام، تبداوا تشوفوا الكود ده يا شباب وتعرفوا ازاي بيعمل ليبل كده، ازاي بيعمل فيلد سيت اللي هي ديت اللي بتعمل لك الشكل ده اللي هي تايتل للحاجه، بحيث تبقى الشكل الجمالي مهم يعني، او على الاقل بتدي صاحب الموقع راحه نفسيه وبيعمل اديت للايه للبيانات بتاعته. طبعا اللاست نيم ده هيبقى ايه؟ هيبقى عندنا اسم الايه؟ القسم، الاسم مثلا. تمام، وعندنا بدل ما هو يبقى ليبل فور لاست نيم، الانبوت بتاعه هيبقى ايه؟ كات ايه؟ كات نيم، كات نيم ماشي. واقول له هنا الاسم في الليبل فور كات نيم بيساوي، انا غلطان، انا اللي غلطان ماشي اوكي، انا غلطان خلاص يا سيدي انا غلطان. شايف الراجل مطنشك ومش عايز يعبرك وانت عمال تقول له كده، تقول مش عامل نفسي مش فاهم، ده انا اللي باصص للكمبيوتر ومش باصص لحدك فهم. لا والله انا ماشي 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 شباب معايا. هنا هنسميه مثلا ايه عندنا ايه، اللي نروح نراجع كده معايا نصحصح كده نشوف الداتا بيز فيها ايه اللي احنا محتاجينه. احنا الداتا بيز ده احنا شغالين عليها سميناه ايه؟ برودكتس؟ ايه؟ حد طلب تقريبا. طيب في الكاتس محتاجين حاجه لاسم القسم، وصف القسم، رابط الصوره، واكتف ولا ايه ولا لا. فهنعمل ثلاثه انبوت للحاجات دي، وطبعا ده ممكن نعمله تكست اريا او تخليه وصف مختصر في انبوت كده، بيحط وصف بسيط، عايز تكست اريا عشان يتحكم فيه مفيش مشكله براحتك. وهنا اكتف ايه، نعم ولا ايه ولا لا. تمام، يبقى محتاجين ثلاث حاجات، ليبل بدل ما هو كده بقى الفور كات نيم، وهنا هيبقى ليبل هنسمي الانبوت الثاني ده ايه، كات ديس دي سي سي مثلا ديسكريبشن يعني اوكي، انا اقول له ده اسمه كده سي اس اس، بتفهم بتظبط الكود الاتش تي ام ال بتاعك ده بهذه الطريقه. طبعا ده احدث حاجه مكتوب اتش تي ام ال اصدار حريص وسي اس اس اصدار حريص، فكويسه جدا. في حاجه اسمها تاب اندكس يا شباب، عشان اليوزر لو هو هنا ضغط تاب يروح على الايه على الـ على الـ على الانبوت اللي بعده، بس طبعا عشان هنا عندنا حصل فيه مشكله في الترتيب بتاعنا، حذفنا حاجات وعملنا، فهتلاقي التاب اندكس ايه بايظه معايا. يعني التاب اندكس دي بتبقى مهمه في بعض الاوقات، مش لازم اليوزر يمسك الماوس يروح يضغط هنا، انت عايز اليوزر مجرد ما يضغط تاب يبدا يتنقل ما بين الايه ما بين الايه الفيلدز بتاعتك اللي جوه الايه الصفحه، ماشي؟ تاخدوا بالكم منها يعني، تعرف ايه الحاجات اللي عملت دي تبدا تذاكروها، ماشي؟ مهمة جدا ليكم عشان تطلعوا منتج بالصورة جيدة وبصورة احترافية. وده بيفرق يعني، ممكن تكون نفس البرمجة بس الرتوش اللي احنا عملناها دي ادت شكل تاني، يعني ده ممكن يخلي بدل ما هو 800 بقى 200 عشان الشكل. ولو جه اليوزر او العميل شاف ده وشاف ده فعلا هيقول لا ده شكل واحد محترف، مع ان نفس البرمجة، بس الفرق ان انت ركبت لها ايه؟ عملتها على ستايل كويس. فالشباب فالشكل مهم جدا بالنسبة لكم في مجال الايه؟ الويب. هو ده ليه مش ظاهر كده؟ احنا عايزين نعمل ريفرش. تمام كده. الاسم طبعا تلاحظوا شوف التاب بقى ايه؟ شغاله معايا ازاي؟ اهي ثلاثه ماشيين ايه؟ ورا بعض، البوزيس تاب انتقل على اللي بعده كده، بحيث ان اليوزر يكتب ويدوس مثلا تاب يروح جاي واقف له مثلا على الايه؟ على السند، يروح جاي ضغط انتر من غير ما يستعمل الماوس خالص، كانه بيستعمل برنامج على الموقع. وده بيفضل ان انت تظبط التاب اندكس بتاع الانبوتس فيلد بتاعتك، تظبط التاب اندكس بتاع البوتنز بحيث توفر على اليوزر ان هو يسيب الكيبورد ويروح رايح على الماوس ويمسك الماوس ويحركه ويبدا يعمل. كل ما توفر وقت كل ما خليت حس اليوزر ان حاجه فريندلي معاه وتكتك انتر مع تابات
تلاقيه بينجز الوقت بسرعه اكبر. وضغط الانتر فور شغاله، طب طالما لو التاب وقف على على السنت، وهنا التاب لسه مش متظبط، هو كده واقف على السنت، لو ضغطت انتر بيتنفذ على السنت. لا هو في احيانا ممكن اه في طريقه ثانيه اه مهم، ما ده عشان هو كتب يوزر نيم باسورد الديفولت بتاعه الانترنت، ممكن تقول له ان الديفولت بتاعك هو هو باي ديفولت الفورم بتعمل السبمت بوتن هو الديفولت، انتر خلاص شغال. وفي في برامج بس بلغات ثانيه مش زي البي اتش بي، مش عارف في البي اتش بي ممكن نعملها ازاي، بس ممكن بالجافا سكريبت. ايوه بتاخد الايس كيو كود بتاع الانتر، الانتر ليه رقم مش فاكر، كان ايا كان 200 وحاجه او اي حاجه، الاس كود مجرد ما تقول له ان لو الرقم ده جالك روح ايه نفذ لي، يعني اضغط لي انتقل، يعني بدل ما اتنقل بالتاب ممكن اتنقل بالايه بالانتر يا شباب، يعني فاهمني. في بعض البرامج بتكتب اليوزر بيكتب يضغط انتر يروح جاي نازل اللي بعده، يضغط انتر يروح جاي نازل اللي بعده، يضغط انتر يروح جاي محافظ البيانات، وده افضل ليك كبرنامج برضه تعرف ازاي تعمله. الحاجه الوحيده اللي تعملها لك هي افضل حاجه الجافا سكريبت. جافا سكريبت بتعمل تشيك الزرار ايه فيها موضوعنا ما فيش مشكله، اكتب في جوجل سيرش كيبورد اسكي كود او كيبورد كيز كود مثلا، هتلاقي يقول لك ان ده مقابله كذا، ومثال بالجافا سكريبت احنا كنا بنعملها بلغات زي الفي بي والفي بي دوت نت والسي شارب والحاجات دي موجوده فيها برضه. ماشي يا شباب نكمل هنا، اللي هنا الاي دي ده ما كتبناش اسمه، هل هيبقى اسم ايه الوصف مثلا. طبعا انا عملته ايه انبوت، لو عملته تكست اريا اوتوماتيك هيتحط لي الايه الاديتور، انا عايزه انبوت بسيط بس تاب اندكس هنا، وهقول له السايز بيساوي 100 مثلا، ونشوف كده حجمه بقى قد ايه. شايفين تقدر تتحكم بقى في الحجم بتاعه، خليه 80. طبعا احنا عندنا هنا في كود اتضاف بالغلط. ماشي تقدر الراجل بيحط الايه وصف القسم هنا، محتاج ايه تاني الصوره، يبقى احط لها مش محتاجين الصفحه ديت، هي ليها بتاع الايميل ده هنحوله لايه رابط الايه الصوره فور هنسميه ده، لا هو خليه يعمل لها ابلود باف تي بي لما نشرح احنا ابلود، يعني احنا ممكن نعمله بقى بعد كده ان شاء الله، هنعمل قسم في لوحه تحكم ايه قسم الرفع، بيخش يرفع الصور الاول على السيرفر وياخد الرابط يقول له الرابط اهو، يروح يحطه هنا اوتوماتيك، لان احنا لسه ما شرحناش الابلود، فهنكتفي ان هو بيحط الايه الرابط مباشره بتاع الايه الصوره. images path مثلا ايمج بقى باص اوكي، وهنسمي برضو نفس الايه الفيلد بتاعنا ايمج ايه باص. ماشي يا شباب طيب بعد كده طبعا الاي دي بتاعه هيبقى ايمج باص برضو، وهنا المفروض نيم الاي دي اسمه الاي دي بتاعه واحد كله متظبط كده تمام. نعمل هنا ريفرش، فاضل هنا نكتب الايميل ده هيبقى ايه مسار الايه مسار الصوره. طيب اكتف ولا لا، ناخدها جاهزه من هنا بدل ما نقعد نكتبها تانية، اللي عايز يضيفها براحته يضيفها، انا ما عنديش وقت ان انا ايه اكتبها تاني كلها فين وفعاله ولا لا اهيت، بس بدل ما هي تي دي دي تبقى استعمل ليبلز، يعني بدل ما استعمل خلايا، لان خلاص مده استعمال الجداول دي في التنسيق بطلت شويه. في بعض الاوقات هي ميزتها الوحيده ان لو حتى البراوزر قديم بتجبره انه يظهر بنفس الشكل، ولكن في البراوزرات اغلب البراوزرات دلوقتي بقت تدعم السي اس اس كويس وتدعم ال اتش تي ام ال كويس، فممكن تستعملها. مش مشكله ناخد من اول التي ار ده لغايه هنا، وهنحوله لايه هنشيل الكود اللي مالهاش لازمه فيه. اد كات طبعا بعد الفيلد سيت دي هنعمل له كده، ونعمل له كنترول شيفت اف، عمل تنسيق انا ما بحبوش ببوظ اوقات. طيب مش محتاجين احنا التي ار دي طبعا، هو معترض علينا ان مفيش اصلا عندنا جدول اللي احنا شغالين بيه، بدل ما هو ده هيبقى ايه ليبل 4 وبينتهي بايه ليبل، نكتب له كده ايه هنا اهيت ليبل 4 بدل ايمج باص هتبقى ايه فور اكتف تمام، وبينتهي عندنا بايه بليبل. مجرد ما اعمل كده المفروض هو ايه ماشي خلاص، يبقى الليبل دي خلصت. بعد كده مفعله مفعله ديت الحاجه اللي على يمينها ماشي اوكي، هناخد دي زي ما هي كده ونشوف دي كده لغايه هنا، ونحذف منها ديت نحطها بعد الايه طبعا العربي مظبطنا بسم الله، وهنا مش محتاجين دي مثلا في نهايه الانبوت بتاعنا. اللي انا بقوله ده يا جماعه مفهوم يا شباب؟
في مشكلة فيه، وهنا هيبقى ليبل فور يس مثلا، واحنا سميناه هنا ايه؟ ريدو اكتف، خلاص خليه اكتف يس مثلا. ممكن تركب هنا تاني ال سي؟ ايه؟ تاني ال سي؟ موجود، ممكن نركبه دلوقتي، وهو المفروض هو متركب يعني، او هو في الكود ال، لا احنا مش موجود في الكود يعني، احنا ناخد نروح على الهيدر القديم ده، ما فيش مشكلة نحطه برضه في ال HTML هنا اهوت، من اول الجافا سكريبت ده كده زي ما هو لغاية السكريبت، ناخده كابي ونروح نحطه فين؟ جوه الهيدر بتاعنا، نروح ندور على الهيد فين؟ ادي في سكريبت اهيت بيروح على السيم، خلينا عندنا ايه؟ وتلاحظ ان السيم ده فيه حته مميزه مهمه جدا، لو انت شغال بال باي اي انترنت اكسبلورر، عامل هو سي اس اس مخصوص للاي اي ساكس، شوف حتى يعني كل الناس عرفانه من الاي اي، عامل ملف خاص بيه عشان يظبط الاخطاء والمشاكل اللي بتحصل من ايه؟ من الاي اي، يعني مش هتلاقي مبرمج او مطور بيحب الاي اي الا اذا كان واحد شغال في شركه مايكروسوفت، يعني وممكن ناس جوه مايكروسوفت بيستعملوا فايرفوكس برضه يعني. تمام، تعالوا كده نفرش من هنا، مسار الصوره مفعله، وهنعمل موضوع الايه اللي هنشيل الانبوت ده مش محتاجينه. نرجع لاد كات، بسم الله الرحمن الرحيم، الانبوت ده خلاص، لا مش محتاجين بقى المسافات دي لان هو اوريدي بيفصل لنا البتاع، وهنا هنخليها ايه ليبل 4 ودي تبقى نو، ونهايته هنحط له ايه ليبل زيها كده عشان نفصل بين دي وبين دي، هو ليه ده مش مقفول؟ خلاص نحذفه بقى من تحت، مش عارف. فاليو يساوي زيرو، لا عايزين الفاليو دي، لازم الفاليو دي من غيرها نضيع دي، عايزين نحذف ده كده وناخد الفاليو دي نحطها لفوق. تمام يا شباب، بعد كده حذفنا الجدول ده، عملنا ريفريش بقى اصبح مفعل، ولا هتبداوا تنسقوا الايه المسافات بتاعتهم، تشيل الليبل ده اصلا يبقى نعم، ولا كلهم في ليبل واحد، اتس اب تو يو كده، هتلاقي اصبح في فرق اهو نعم ولا لا. طبعا هنشوف الفيلد ده احنا مش محتاجين، احنا لازم هنا طبعا قبل ده نديله ايه بي ار كده عشان ينزل سطر ايه سطر جديد اهو. تمام كده شايفين، وهنا كده ايه سند ده هنسميه حفظ الايه حفظ الايه، او اضف الايه اضف القصه. تمام، وهنا ريسيت هنعمل ايه انبوت فور ريسيت، خلاص خلي كده مش مشكله، او مسح يعني اكتبه مسح وكده خلاص. مطلوب منك بقى انت وهو روح ان شاء الله ده تحوله لايه لكود عادي، يعني نفس الكود بتاع الاضافه القديم اللي احنا خدناه هو بالظبط، الفرق ان انت بتغير اسم الايه فيلدز بس، بتاخد الكات نيم والكات ديسكريبشن. تعالوا نجرب هنا، بدل ما هو ده انبوت بوكس هنخليه تكست اريا الوصف، بدل ما هو انبوت هتبقى هنا ايه، ونشوف البتاع شغال ولا لا. طبعا في عندنا ايه روز بتساوي 5، سي اول كولونز بتساوي 10 مثلا. تمام، وبعد كده نحذف الانبوت ده خالص، بس هنتاكد ان احنا لازم نسميه اسمه ايه كاد ايه ديسكريبشن، هم يا شباب عشان نعرف احنا اسماء الايه الفيلدز ايه، ولو مش عارفينها بتقول له برنت ار للايه للبوست مثلا. انت طبعا هنا بتظبط الفورم الايه الاكشن ده، بدل ما هو كده هيبقى اكشن بتساوي فاضي، والمسج بوست زي ما هي عشان يعمل ايه بوست على نفس الصفحه. بتروح تقول له ايه اف الست بوست ايه سميته سبميت، ولا سميته ايه متسمي سبميت، لو اف الست ابدا اشتغل معاه. لو هو تعال نعملها الحته ديت، نضيف كود ال بي اتش بي معاها الاول اهوت، اف الست دولار ساين بوست، لازم تكون ايه يا شباب لازم تكون كابيتال سبميت، لو هو مضغوط ابدا اعمل لي حاجات معينه else، وعملت كده قفلت البتاع. بعد ما يخلص كل ده ارجع تاني افتح البي اتش بي بتاعتي واقفل الايه الالس. تمام، عند الالس اهيت مفتوحه، وبعد كده الايه القفله بتاعتها تحت. لو جينا عملنا ريفرش هنا
تمام شغال تمام مفيش مشكله. هنظبط بس التكست اريا ما اديناهاش نيم وما قفلناهاش التكست اريا اهيت. احنا مش عايزين طبعا التاب اندكس ديت والسايز ديت تبع الثانيه. النيم هو مش المفروض ينزل فيها المحرر؟ هنشوف بقى ما نزلش فيها. يمكن الكود الجافا سكريبت بتاعنا مش محفزش عليه. ممكن يكون لا الفولدرات ما اتنقلتش ممكن برضه، لان احنا هنا انكلودز ما فيهوش. نروح ناخده من هنا. هو فين؟ هو جي اس هنا ولا كان موجود فين؟ لا جوه السي بي. تعال نشوف كده الانكلودز جوه الانكلودز جافا سكريبت ده هناخده كابي زي ما هو، ونروح نشوف السيشن 12 جوه الانكلودز ده موجود جافا سكريبت. موجود جافا سكريبت يا شباب، موجوده موجود، بس نتاكد ان الايه الباص بتاعه معمول بصوره صحيحه. هنروح نبص على الهيدر هنا ونشوف الكود اللي احنا فاتحين انهي هيدر. سيشن 12 ادمن انكلودز، ممتاز تمام. الستايل اهي سي اس اس، فين مكانه؟ فين الكود بتاع اللي الجافا سكريبت ده؟ المفروض ان احنا نقول له هنا ستايل سيم، ده مش عايزينها. تعال نرجع هنا نشوف الكود ده ايه اللي فيه. نايس سي بي، ثواني بس كده. هنروح على الهيدر مثلا ونبص الكود بتاعه المسؤول عن الموضوع ده. سكريبت جافا سكريبت اهو انكلودز تاني ام سي، ده مش موجود السطر ده، ناخده زي ما هو. يعني احنا خدنا السطر اللي تحت اللي هو ايه في التحكم. هتلاحظ هنا لو انت بقى فتحت الفاير باك بقى مستو، المفروض ان هو ايه في النت مثلا وتقول له جافا سكريبت يقول لك في ايرور. انا عشان يمكن مش معمول لها انيبل هنا النت ده مثلا، انيبل المفروض اهو كده. المفروض لا في ايرور اهو، في عندك وان ايرور اهو بيقول لك انا مش عارف نوت ديفايند اللي تاني من السي اي ده. ده ميزه الفاير باج في كده، بنقدر نعرف منه. هنروح نضيف له في الهيدر بتاعنا قبل ما نستعمل الدوال بتاعتنا، هنعمل له سكريبت ده موجود جوه الانكلودز جي سكريبت. تعالوا هنا نعمل ريفرش كده ونشوف. نلاحظ الايديتور ظهر معانا، بتبدا هنظبط فيه حاجات اللي احنا مش عايزينها. الادفانس ده انا ما بحبش الحاجات دي كلها بالكامل. الاول هنا وخلي ده لوكيشن ادفانسد ريسايزنج مش عايزينها برضو. اصبح عندي كده ايه ابسط وشكله اشيك وفي يمين وشمال والخط وكده، مش محتاج منه اكتر من كده. ماشي شباب. وفي ادراج صوره اهوت برضو لو دلوقتي كده في مشكله. مطلوب منك بقى طبعا مسار الصوره ده ايه موجود في المسار، هتزوده شويه عشان ده لينك. يعني بدل ما هو مسار الصوره كده هتروح على اد بيج. فين مسار الصوره؟ العنوان المحتوى دي البيج اد بيج. سوري نقفل الهيدر ده كمان، احنا اد كات تمام. مسار الصوره النيم هنضيف له اتريبيوت اسمه ايه يا شباب؟ اسمه سايز بيساوي كده نقول له 50 مثلا، ونعمل كده ايه. هنلاحظ ان حجمه فعلا كبر بحيث ان الراجل بيحط فيه الايه المسار. مطلوب منكم لو الراجل ضغط المفروض طبعا ده ما يتعرضش الا في الالس. هنشوف بقى متظبطه ولا لا. لو اف الست اوكي يعمل اي حاجه. هنقول له برنت ار للايه؟ لا للبوست، مش البوست ده الحاجه دي هتجي لك من خلال البوست صح. إلس اطبع لي الحاجات دي كلها بالكامل ومقفوله الإلس، وبعد كده اعمل انكلود. المفروض اصلا الصفحه ديت تكون كده كله تمام. هنشوف ايه الغلط اللي فيها. يرجع تاني ليه؟ تعال هنشوف. ممكن اسم السبميت مفيش نيم مثلا، النيم مفيش. شايفين؟ هنا حصلت لي ده غلطه برضه، لازم نتاكد ان النيم هنا، لان هو هنا بيشتغل بالايه؟ بالاي دي. بيشتغل بالاي دي. النيم بيساوي سبميت. خلاص ماشي يا شباب. تعالوا نعمل هنا ريفرش كده. قال لك انت في داتا عايز تخلينا من الاول اهو، اضف قسم. طيب سهل كده، هو ما حبيناش نكمل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصفحه بتاعتنا اضف قسم، كتبنا اي بيانات، اسم القسم الالت معلق بس تمام. كتبنا الوصف بتاعه زي ما احنا عايزين، عملناه مثلا اكتف
طبعا هنشوف تظبيطها ديت، وعملنا حطينا الايه الرابط بتاعنا بتاع الصوره اتش تي تي بي كذا كوبي بيست، وقلنا له اضيف الايه التس طبع لي برنت ار للايه للداتا بتاعتي. قال لك في حاجه اسمها كات نيم، وفي حاجه عندك الكات ديسكريبشن شايل كذا، في حاجه عندك السبميت شايل واحد، واكتف شايله اكتف هي اللي شايله واحد، والايمج باص شايل لك الايه الاتش تي تي بي. تبدا تاخد البيانات دي وتقول له ايه زي قد ايش بالظبط انسيرت انتو، بس بدل ما هي انسيرت انتو بيجز هتبقى انسيرت انتو ايه كاتس. والحاجات دي طبعا بتمررها على داله الكلين تكست الاول، ما عدا الجزء الخاص بالكات ديسكريبشن مش مشكله ممكن تسيبه. وتدخلها جوه الايه الكاتس. عايزكم تعملوا لي صفحه خاصه بالبرودكتس برضو، اد برودكت الفيلد بتاعتها اكتر شويه، هتتعبوا في التنسيق بتاع السي اس اس والاتش تي ام ال بتاعتها، بس هيكون ده افضل بحيث ان انتوا جايبين لي الادمن دي شغاله، عشان بعد المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا نشتغل في الصفحه اللي بره، وانا عن نفسي احاول اخلص فيها جزء برضو عشان ابقى شغالها، وممكن نبقى نشرحها على السريع يعني بحيث ان احنا بعد كده نخش في الموقع، عشان ان شاء الله من اول المحاضره اللي بعدها نخش ايه في بروجكت جديد، وهناخد المحاضره الجايه باذن الله تعالى جزء خاص بالابلود، ازاي ترفع ملفات من على الجهاز للسيرفر، بحيث ان الصور دي بدل ما بالباص انا الراجل بيرفعها الاول بياخد المسار بتاعها كابي ويحطه جوه البتاع مباشره. حد فهم حاجه النهارده يا شباب؟ ملاحظين ان المستوى بتاعنا بدا ايه يتطور من حاجه لحاجه، تمام، ومع الوقت بقى شغلنا بيتحسن وبقى المنتج اللي احنا بنعمله بسرعه افضل. اللي عايز يكمل المشروع كله انا ما عنديش مانع، مطلوب منك في المشروع ده بس هتروح تعمل سيلكت لجدول الكاتس، سيلكت اي حاجه فروم كاتس وير اكتف يساوي واحد، وتعمل لوب تطبع للايه القسم، والقسم باسمه تطبع التايتل هنا، مجرد ما الراجل بيضغط عليه بيروح على صفحه اسمها ايه كات او برودكتس، البرودكتس ده كات اي دي بيساوي الاي دي بتاع الايه القسم، وهنا هتقول له ايه في الصفحه دي سيلكت اي حاجه فروم برودكتس وير كات اي دي بيساوي الاي دي اللي جاي لك من الجيت اند اكتف يساوي ايه واحد، لان لازم يكون المنتج ايه وفعل يا ايمن معايا. تنزل تحت كده معانا انت بقى تفصل يعني ماشي. احدث المنتجات ده يا شباب الكويري بتاعه بسيط جدا، سيلكت اي حاجه فروم برودكتس وير الاكتف يساوي واحد، ليميت يساوي ايه 5، اوردر باي الاي دي دي اس سي. مفهومة؟ انا بديكوا الكوماند ده، انت مجرد هتروح تكتب الكلام ده بس. هنا اكثر المنتجات استعراضا في ايه؟ نعم؟ ما انا خليكم حاولوا، انا بقول لكم الحاجات دي المطلوب مننا المره الجايه نفنشه، احنا ممكن انا اخلصه عشان الوقت ونشرح عليه على طول، لان هي اكواد جاهزه على طول، انا هنرجع نعيد استعمالها من اللي احنا كنا استعملناها قبل كده. حاضر يعني انا مش هقول لك الفكره، لا فكره اكثر منتجات استعراضا دي مش هقول لكم عليها، حاضر. شوف انت ازاي هتعمل كل مره يخش على المنتج بيزيد او تجيب اكتر من منتجات استعراض. عندكم وقت من لغايه يوم الثلاثاء شباب معايا؟ يا ريت يا ريت بالله عليكم يعني لو انتوا عايزين تنجزوا، لان انتوا لو اتاخرتوا في الحاجات دي هنضطر مثلا احنا نحتاج نشرحها هنا فهتاخرنا عن حاجه ثانيه، فانا عايز احنا ما شاء الله دلوقتي في التسجيل بس.